عدد من الأندية بتاع البرومير فيفريي انه تم معناها الحديث على دور وزارة الشؤون الاجتماعية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعديد والعديد يقول لك شنو العلاقة ما بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وزارة الشؤون الاجتماعية بالأندية. الإشكال شنو اللي علاقتنا لهنا؟ احنا كما تعرف انه الدولة تخصص كل عام منح تسندها في إطار دعمها للجمعيات الرياضية. هذا نعرفه. به. والهالدعم هذايا مشروط بجملة من الشروط. من بينها؟ من بينها. نحب ديما نذكر في علاقة بالسنساس باش نبداو. لا ماهيش الأولى راهي ديما ماهيش الأولى. أنه باش تتمتع. ميكرو ميكرو ميكرو. أنه تكون الجمعية بعقدة جلستها العامة. أنها وفرت تقاريرها الأدبية والمالية. أنها تكون قدمت تقارير مراقب الحسابات. أنها صرحت بالتحويلات والهبات الأجنبية. إضافة إلى ذلك أن تكون في وضعية مساواة تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والجيباي. احنا عندنا اللي يهمكم انتم اللي يهمنا الصندوق الأندية الكل هذا الكل عملوه حتى كما عملوهش هما يتحملوا مسؤوليتهم. اليوم يقول لك احنا ما احناش راجعين لانه عندنا مشكله في السي ان اس اس. دونك اعطينا ما يهم اللي يهمنا احنا هي الاجتماعي. هو تراكم الديون تاع الجمعيات تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. قداش الديون اللي عندنا تو اي معناها نحكي اليوم رابطة محترفة الأولى قديش نحكي الجمعيات المنخرطة عنا في الرابطة المحترفة الأولى 41 مليون دينار تضافوا إليه خطايا التأخير نحكي على 45 مليون دينار اليوم 45 مليار هي مديونية الجمعيات تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي علما أنه راه بعض الجمعيات ما عندهاش ديون تجاه الصندوق في الرابطة الأولى كنت صرحت من نجم مسينا ساعتين عشان المشكل سؤلت اللي نجم نعطيك احنا نجم ما خلنا نعرف المشكلة نتاع حوكمة ولا مشكلة بيجي احنا اليوم حتى بحق نفاذ المعلومة او سعد بالتيار نجم الراس لكم وتعطيونا الرسمة احنا فقط نعرفه باش نثمنوا الناس اللي تعرف تخدم وتخلص وكيف نحطوا ناس الاخرين اذا كان ما خلصوش خمسة جمعيات في وضعيه مساويه في الرابطه الاولى فيهم انديه كبار ولا لا؟ فيهم انديه من وقلت لك هذه معطيات تهم الجمعيات نجم تطلب نفس مشكله ميزانيه ولا مشكله حوكمه؟ لا ميزانيه كبار ولا مشكله حوكمه؟ اشكال قانوني بالاساس كي تقول لي انديه كبار نقصد الاربعه الكبار لا مانيش نحكي على الاربعه الكبار واضح مانيش نحكي على الاربعه الكبار واضح احنا المشكل وين مطروح كل عام بمناسبه اسناد المنحه كل عام تجينا الجمعيات بتطلب تسويه الوضعيه كل عام نجدولوا لها الديون بتاعها وكل عام يخلصوش تاخذ شهاده تمشي تاخذ المنحه شهر الاول كما قلت شهر ثاني تريميست الاولى تريميست الثانيه تيح لونجاجمون ترجع تراكم في الديون بتاعها من جديد نكلمكم 40 مره شهاده وقتاش تتفكرنا بمناسبه صرف القسط الاخر من المنح تعاود ترجع باش تطالب روبلوت نحكي من 2016 هو من 2016 تو وهو يتكرر الامر به اثناء اكسيبسيونيلمون ممكن خذات الحجم اللي ما خذاتوش قبل لكن راهو نقول لك رانا كل عام وحنا نسوي في نفس الوضعيه اللي خذيته سناء ممكن ارتفاع حجم الديون هو اللي اثر شويه وحال انه دون الجمعيات تسوي وضعيتها وعملنا ريونيون راهو في نهار 14 جانفي في وزاره الشباب والرياضه بشرف السيد وزير الشباب والرياضه وحكينا في الموضوع هذا واللي حكينا فيه الاهم بالنسبه لنا احنا واللي فرحانين به في الشؤون الاجتماعيه انه ولينا نحكيوا على التغطيه الاجتماعيه للرياضيين اللي هي من المواضيع اللي ما كانتش مطروحه. نحب نعلمك انه راهو الجمعيات مجبره بالقانون انها تنخرط في الصندوق وتصرح اللي عندنا في تونس باش يصرحوا بالاداريين والعمل الجوارات والمدربين ما يصرحوش بها وكنا نبهنا وقلنا راكم في وضعية غير قانونية تجاه أنظمة الضمان الاجتماعي. احنا عندنا تشريعات اجتماعية هي تحكم فينا زوز تشريعات زوز قوانين كبار مجلة الشغل وقانون الضمان الاجتماعي